جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. شو هذا؟ عم ضب غراضي مشان مومبي؟ انت كمان ضب غراضك؟ ايه باري، بس ماما قالت انه الاختين سوا ما لازم يروحوا، غير هيك رح يصير مشكلة. ايه براتيك، بس انت هون مشان ساعدني مو هيك؟ براتيك انت قلت ممكن اقدم اختبار الاداء، معناها رح تاخذني على مومبي مو هيك؟ بترجاك بدي اعمل هالشي، بس كيف رح نقدر نعمل هالشي باري؟ اذا ارتي ما راحت فينا نروح. شو؟ ايه قصدي انه من هلأ ما نخليها تروح، يعني ارتي حابة انها تروح رحلة مع الاولاد، فيها تقدر تروح باي وقت. بس براتيك انا لازم اقدم عرض الاداء هلأ، لانه اذا راح الوقت وما استفدت من هالفرصة ما رح تجي مرة تانية. لا حبيبتي، بس انتي جايكي فرصة مشان الشغل، واختي ارتي وياش يعني هي فرصة ليصلحوا حياتهم، وانتي بتعرفي كتير منيح انه اخي ياش ما عم يحكي مع مرته ارتي. ليش ما بتفكري رح يروحوا على مومبي ورح يقضوا شوية وقت سوا، وهنيك بيقربوا من بعضهم. بس براتيك انت بس بتفكر باخوك دايما طول الوقت، كل الوقت بتقول اخي ياش اختي ارتي. اختك ارتي طلعت عن جد خبيثة، قدرت تخلي كل العيلة بصفة قبل اخوك، وما أنا بحاجة سفرة مومبي لتتقرب منه. باري بتعرفي اني ما بقدر اسمح باي كلمة على اخي ياش ومرته ارتي زيادة عن اللزوم. ايه بس فيك تسمح وتشوف كيف يعاملوني مو هيك؟ انت فيك تخليني اترك شغلي، وفيك تخليني اقعد بالبيت كمان، بس ارتي ممنوع. ارتي ما حدا ممكن يقول لا على شيء، وفيها تشتغل مع زوجها. بالحقيقه الكل بيشجعها انها تدعم زوجها وانها تكون معه بكل شيء، كلهم عندهم مشكله اني اروح على مومبي معه، بس بطاقات ارتي انحجزت وما حدا قال شيء مو هيك براتيك؟ يعني ليش كل هالضغط علي انا لحالي؟ بس تعرف ليش؟ لانك ضعيف مو قادر تدعمني قدام. باري زودتيها كثير وتخطيت حدودك وعم تحكي حكي فاضي. فيك تفكري باي شيء بدك اياه، بس انا ما رح ناقش هالموضوع، انتهينا. براتي انا يمكن اللي لازم صير الشخص الخفي، بس ما فيني يكون الشخص الضعيف ابدا. الشيء اللي بعرفه رح اروح على مومبي مهما نكلف هالشيء، رح اروح على مومبي اكيد رح اروح.